أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من سمح ببيع الخمر وأدخله في بلدته هل يقال أنه استباح هذا؟ لأننا سمعنا من يقول أن هذا استباحة وكفر. لا، ما يحكم عليه المستباح حتى يقول أنه مباح، أنه مباح. إذا صرح أنه مباح قد استحل. أما مجرد الفعل فلا يدل على الاستباحة. إنسان والعياذ بالله يزني ويسرق ويشرب الخمر بحكم الشهوة، أما أنه لو قال له هذا حرام يقول نعم هذا حرام، ولو قال له أنت ترى هذا مباح قال أعوذ بالله، لا ما أرى أنه مباح. ففي فرق بين الفعل وبين الاستحلال باللفظ، أن يصرح ويقول هذا حلال. نعم.